لان دي كان شهر. ذلك الامام علي لما قالوا له الانسان كيف يعرف الانسان انه من اهل الدنيا ام من اهل الاخره، انا عايز مقياس كده تقول لي عليه. قال له مقاييس كل مؤمن مع ذاته. هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن اخر؟ لا، مقياس المؤمن في ايمانه مع ذاته. طب ازاي؟ قال له ان دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من ياخذ منك شيئا. واحد دخل لانه جايب لك هديه، وواحد دخل عليك عشان هياخد منك معونه، ادي اثنين. فان فرحت بمن اعطاك اكثر من فرحك بمن اخذ منك فانت من اهل الدنيا، وان فرحت بمن اخذ منك اكثر ممن اعطاك يبقى انت من اهل الاخره. لان الانسان يحب من يعمر له ما يحب. فان كنت محبا للاخره تنبسط منه، وان كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يديك، لان ده هيزود اللي انت بتحبه.